للمزيد حول أجواء منافسات جائزة البحرين الكبرى للفورميلا 1 في يومها الثاني ينضم إلي من الحلبة الزميل محمد رشيدات مراسل مركز الأخبار. مساء الخير محمد، بداية ما هي الفعاليات المصاحبة للجمهور في اليوم الثاني من حلبة البحرين الدولية، وكيف ترصد مشاهدة الناس والحضور والجماهير التي توافدت إلى الحلبة؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني من المؤمل أن يشهد اليوم الثاني حضور لافت وكبير لفعاليات جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1. كما الأمس جمهور غفير جاء إلى هنا إلى ساحة حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط التي أثبتت قدرتها في استضافة هذا الحدث الرياضي الهام سنويا من خلال ما توفره من جميع الفعاليات الترفيهية التي تحاكي جميع فئات المجتمع والمتواجدين والمقبلين على هذه الساحة أو من خلال يعني إشباع رغبة المتعطشين لرؤية الحماسة والإثارة من داخل مضمار حلبة البحرين الدولية. العديد من الفعاليات الترفيهية المتمثلة في البنج العكسي أو القفز الحر أو سكاي كوستر إلى جانب السيرك الإفريقي الذي يتكفل فريقه المكون من 33 فردا لتقديم العروض البهلوانية والمشوقة للجمهور الذي قد ينسيه حرارة هذا الجو إلى حد ما. لغاية اللحظة نشهد إقبال ممتاز وليس جيد جدا، ممتاز من قبل العديد من الجمهور الراغب في رؤية منافسات هذا اليوم الثاني. كما أفصحت بالقول سعيد من خلال الخبر المقدم ذكر النتائج التي تعلقت بالتجارب الحرة والسباقات التأهيلية. نعم محمد، أريد أن أسألك تحديدا عن هذا الموضوع، إلى أي مدى يمكن أن تثير هذه النتائج في الحصة التجريبية الأولى والثانية التي ستقام اليوم من حماسة الجمهور والمتابعين لسباقات الفورمولا 1؟ كل سائق وكل فريق يريد أن يبدي ما لديه من قوة وقدرة على احتلال المراكز الأولى ضمن هذه المنافسات، سواء كان منافسات سباقات الفورمولا 1 أو الفورمولا 2 أو تحدي كأس البورش جي تي 3. أيضا الجمهور يعني يريد أن يعرف، خلينا نحكي أو كما نقول إن صح التعبير، الوصف الدقيق للملامح الأولية لما سيؤول إليه سباق الفورمولا 1 بنسخته الأخيرة الذي سيقام يوم غد. هذه الإجابة وبشكل مسترسل قد يجيبنا عليه الأستاذ إلي سمعان وهو مدير سباق البورش. إلي، أستاذ إلي طبعا الله يعطيك العافية، بداية جهودكم مشكورة. يعني فنيا كيف تقرأ المنافسات، خصوصا وأننا شهدنا بيوم أمس العديد من السباقات التأهيلية والتجارب الحرة لمختلف الفرق ومختلف السائقين الذي يشهد لهم باحتلالهم المراكز الأولى حتى لو كان هناك إخفاقات؟ أول شيء مشكورين، وما أنتم دائما ما تقصرون التلفزيون البحرين. بالنسبة للتجارب الحرة تبع الفورمولا 1، نحن عادة نعرف أن هذه التجارب هي مجرد تقريبا داتا حق جميع الانجينيز الموجودين داخل البيتس، مشان ان الايرودينامكس يتغير في السياره وقت التجارب التاهيليه وقت السباق. ولكن مثل ما شفنا امس انه في تراجع شوي من مرسيدس اهمهم الوحيد في الوقت الحاضر انه ياهلون السياره، مش نفس الاغلاط اللي صارت معاهم في استراليا. ولكن فيراري نفس الوقت عم تتطور اكثر وقت، يعني المنافسه حتكون كثير جميله وحلوه في مملكه البحرين بالنسبه للفرق الثلاثه، مرسيدس فيراري وريد بول ما ننسى. ولكن فيراري امس ريكن صحيح كان التجارب الاسرع في اللفات، اذا احد كان يطالع التلفزيون طلع من المسار أو المضمار بغلطة بسيطة من الفريق عند البيتس. ولكن هاي بعض الأحيان بتغرم الفرق فلوس، لأن معناتها بتقول بالإنجليزي released in an unsafe manner، يعني إيه بنالتي. والبنالتي الأكبر حتكون حق
سائق المرسيدس هاملتون، لانه حيغير الجير بوكس، وحسب القوانين نحن نعرف الجير بوكس لازم يتم مينيمم 6 سباقات. بس مثل ما قلنا يعني دائما التجارب التاهليه ما بتعطينا الصوره الواضحه، مثل ما قلنا في بعض الفرق مثلا اللي بيحب يطلع في الاعلام بحط شويه فيول او بنزين في السياره بيعمل له لفه سريعه ويمكن يكون متاهل او مش متاهل بيكون في التجارب الحره الاول، هاي الاعلام بيركز عليه كثير. قراءة سريعة أيضا، يعني دور فريق أستون مارتن ريد بول عن طريق سائقه دانيال ريكاردو، هل تتوقع أنه سيكون له كلمته في أو سيقول كلمته في السباق النهائي؟ يعني اللي شفناه في أستراليا هو حاول أدمي فيه أنه يقدر يطلع المنصة بالمركز الثالث، ولكن ما قدر. بس ما ننسى أنه هذا المحرك جديد في عالم الفورمولا 1 في الوقت الحاضر، ما نرجع للماضي. يعني يبان ان المحرك او الباور يونت في عنده قوه، بس اظن حننتظر يمكن اكثر من سباقين مشان نشوف ثمار هذا المحرك. ولكن في مملكه البحرين عندنا مسارات طويله، وهي بعض الاحيان بشوي بتفيد للمرسيدس لانه محركهم سريع كثير. وايضا شهدنا هناك بالامس خروج العديد من السيارات عن المضمار. هذه دائما بتصير خروج السيارات على المضمار عادي، يعني اذا بتشوفها مثل نحن تكلمنا شوي، ما تكلمنا عن البورش، ولكن سباق البورش نوعيه السيارات بتدفع مثل السائق انه يعطي قد ما في باور حق السياره وتخرج شوي عن المسار وشفنا سيارات كثيره طلعت على المسار. بس بحب بس نوه شوي عن البورش، اول مره صرنا تقريبا نحن 10 سنوات وهي السنه 11 في بطوله البورش البوديوم. اليوم كان عندنا اول سباق، اول مره نشوف شخصين صغار في العمر 17 و16 سنه يكونوا في المركز الثاني والثالث. شيخ عيسى بن عبد الله. اي نعم. لضيق الوقت، يعني ورد لي سؤال من الاستوديو حول تفاعل الجمهور مع الاسماء التي تبرز من خلال هذه السباقات وصولا الى السباق النهائي، خصوصا ان يعني كل شخص يريد متابعه سائقه الخاص. اكيد الجمهور، اكيد الجمهور، يعني عندك اذا تلاحظ الجمهور، الجمهور منقسمين لعده اقسام بين فيراري ومرسيدس، ريكنن، الونزو، ماكلارين. نحن متامنين انه ماكلارين يكون فيها تطور كثير في هذا السباق بعد دخولهم في عالم المحركات غير الهوندا، مش حنرجع للماضي. ولكن كل واحد، كل فئة من الجمهور بتحبز بعد السائقين. بس مثل ما قلنا دائما بأي سباق في العالم كان فورمولا 1 أو بورش، هو عند التشيكت فلاغ هو بيكون الفائز. إلي سمعان، وأنت مدير سباق بورش، شكرا جزيلا لك. شكرا. سعيد، يعني وصف سريع لجدول هذا اليوم الذي كان مليئا بسباقات مثيرة، حيث تم البدء بالسباق الأول لتحدي كأس بورش جي تي 3 عند تمام الساعة 11:55 ولمدة نصف ساعة، ثم تلاه السباق الأول لجائزة الفورمولا 2، تبعه التجارب الثالثة للتأهيلية لسباق الفورمولا 1 التي انطلقت قبل قليل والتي ستستمر لغاية الساعة 4، ومن ثم سينطلق سباق الفورمولا 1 التأهيلي عند تمام الساعة 6 ليختتم اليوم من جائزة اليوم الثاني من جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج الفورمولا 1 بتجارب الأفون الهوت لابس. إليك سعيد. شكرا لك محمد رشيدات، مراسل مركز الأخبار من حلبة البحرين الدولية.